كتابك قرآنك كريمك أيو سحن أجرجري لكن إساق محاك دعي الله أكبر نين كان أدار كيسان وحو سيدان أجرجري يوا كتابك قرآنك كريمك لا حول ولا قوة إلا بالله كتابك قرآنك أيو صوقاتي ديتنا سحن أيو أجرجري وليبا إساق أو كتش جيسي يو إسكو تاقيا يو لدقا لمايا الله أيو إسكو تاقيا أو لدقا لمايا لكن إساق محاه لاي دقيقة كذب دقيقة كذب نين كاني مصيبة دا كود عدي أيا الله يابي دونتا انتا ينو اقو دا قلين مغالك نو شير قري كومن چيقنا وحدكو سو قرطا الله أكبر إلهي ميد أود بدوي إلهي قرآن كيس أيو حكول إياه إن بضش ربك لشديد قرآن كريمك ما أهان ميد لغو حد قد بكرا ما أهان ميد وقف وليبا وحو دورك سمين كرو ميا وايو قرآن كريمك الله سبحانه وتعالى أيا بلن قادي إن أو إلالين أيا قرآنك إلهين قرآن كيس وحو كل يهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي وحونا ياي إنا نحن نزلنا الذكر ذكر إنك أيها سودة شيني أقول لك شوية قرآنك قرآنك إنك أيها سودة شيني إنك أيها نحفظين إليه الله وإنا له الحافظون إنك أيها نحفظين هنا قرآنك إنت سنة أوتشري كنت أفر بقول إيه زيادة أيو شراء قرآنك الله إلا هاتنا وحال قولي سوا وحال أودي وا إن معنه سوا حير لك بدلو وحال أودي وا إن حروفتي سلا وحير لك بدلو وحال أودي واحدة هل شغلة إلا قبدله رب سبحانه وتعالى سيدي أسودكي أيو يهي ولي سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أسودكي أيو يهي ولي قرآنكي هل حرف ولي لقم بدلين من لقم بدلي دون وأيو الله سبحانه وتعالى أيا بلن قادي إنو إلى لنا يا كتابك قرآنك كريمك وإنا له لحافظون كتابي كوري يا كتابك إن قرآنك سيدا إنجيل إلى هاي ما أوصن بلن قادن إنو حفظين يا علماء ذي أيا لوح الساري إن أي حافظان لكن الله مو صب الله قادن إنه أسجى حفظين إياه ما أنت واحد أركيسا عد ولي ما واحد دون تايكو درسته واحد دونا نايك شرين وأيو الله مو صب بلن قادن إنه حفظين إياه لكن قرآن ككريم ك الله أيه بلن قادن إنه حفظين إياه نين كان الله أيه لدى قال ماي كتاب كيس قرآن كراوو شح جحي محاكو دعي دقيقة كذب عن قابته الله ما أهان متفق ما أهان متدير دقيقة كذب نين كان وحاكو دعي أرين معجزة أرين كأو إنه أفك سدا أكله هيا oo marna uu sana suuq qaban kareen afka afka ayuu kala haya afkiisana wax dareen male dhaqdhaqaaq male wax ma cunay karayo wax ma cabi karayo ma hadli karayo afka isku ma qaban karayo sida ayuu sidii eeygi afki u kala haya waayo allah subhanahu wa ta'ala ayuu isku dayay inuu isku taago tanna waxay u tahay cibra iyo aayad waxay u tahay dadka isku dayaya in ay kitaabka quraanka iyo allah la dagaalamaan ilaahay ayaa kitaabkiisa xafiday ilaahay isaga ayaa horay u balan qaaday inuu kitaabkiisa xafidayo nabiyullahi muhammad sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday asxaabtii ayaa gacanta ku qabatay oo ilaalinaysay kitaabka ilaahay ilaahay ayaa u soo diray markii asxaabihii ay geeriyoodeen taabiciintii ayuu allah u diray oo waxa weeye kitaabkiisa ilaalinayay illa yawmuna hada ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa xifdinaya hadba cid ayuu u diraya ilaaliso waayo maanta hadii aad isku daydo hal xaraf hal shaqal hal aayad oo quraanka kamida si qaldan inaad wax yar u akhriso ummada dhan ayaa kugu soo joosanaysa deetana waxa weeyo qof waliba farta kugu fiiqaya waayo waa waxa uu ilaahay xafidayo siduu ku soo dagan weeye hadii ilaahay aad isku taagto allah waa shadiidul ciqaab waxaadna mudanaysa waxaana ku dambeynaysa meel xun iyo dhibaato waayo allah subhanahu wa ta'ala isaga kaliya ayaa ah midka awooda leh isaga kaliya ayaa ah midka wax waliba awooda innagana waxaynu nahay dadkii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kitaabkan u xilsaaray ayaynu ka midnahay waxa waajib nagu ah in aynu difaacna kitaabka quraanka kariimka iyo qowlka Allah subhanahu wa ta'ala cid waliba oo ku xad gudubtana waxa waajib nagu ah in aynu ka hor imaano oo aynu la dagaalano ayaa waajib nagu ah.